في موضوع آخر، عشرة مدينة وخميس مليانة بيقولات عن الدفلة أمس ليلة بيضاء على وقع الاحتجاجات والغضب الشعبي الكبير التي خلفته قائمة السكن الاجتماعي التي لم تكن عادلة حسب تصريحات المحتجين الذين طلبوا السلطات الولائية والمركزية بفتح تحقيق في هوية المستفيدين. مزيد من التفاصيل في ميكروفون محمد صادق بوزيان. دفله زايده في 94 الوقت اللي كنت فيها الذكرى تعطينا ثاني يوم سكنه. عندي ربع ذراري عندي شومبرا ربعه على خمسه. يا خويا عاودوا لا ليست قائمه، راهم رجال في فيهم، راهي الدنيا رشوه. انت راه حنايا الثاني فينا في عمره 50 سنه، اليوم راهي تقسمت هذه السكنه يا زاده. لما نعطوها يورونا، لما نعطوها حنا ولاد البلاد. انا في عمري 50 سنه، وليدي راه في عمره 30 سنه يرقد معايا. يا عنتر هاد الناس وين يروحوا؟ اخروني هذا وعلى ستة خوة ما يخرج الحديث تدراني وعلى يا رئيس الحكومة، وعلى يا رئيس، يا الوزير، يا وزير يا الرئيس تاعنا، يا شوف لينا باعتبار، حقرونا هنا في بلدي خميس مليانة. هذا الرئيس شاف دايرة، والمير اللي رصحنا وفوطينا عليه يخرج يهدر معانا، ما يتخزاش، ما بقاش يخرج.